السلام عليكم أعزائي المشاهدين، يسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول كوجة. وصفتنا لليوم هي حلاوة الجبن أو المعجوقة على الطريقة السورية. هقدم لكم إياها بطريقة سهلة وسريعة، تابعوني للأخير عشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير حلاوة الجبن أو المعجوقة رح نحتاج أول شيء 500 جرام جبنة. أنا بستخدم جبنة موزاريلا البيضة. هذا الكيس فيه تقريبا 125 جرام. 4 أكياس رح يطلعوا عندي تقريبا 500 جرام. بستخدم نوعين، الجبنة اللي فيها كمية الفت أو الدسم قليلة والجبنة العادية. في عندي كمان كاسة سميد. السميد اللي عم بستعمله تقريبا حبته وسط، يعني لا خشن كتير ولا ناعم كتير. فيكن تستخدموا هذا النوع وفيكن تستخدموا السميد الناعم. في عندي كمان كاسة سكر، وفي عندي كاسة ونص مي، وفي عنا القطر رح نستخدمه مشان بالأخير نحليه. وفي عنا كمان الفستق الحلبي التزيين، وما بننسى الماء زهر كتير مهم. وفي عندي كمان القشطة اللي رح زين فيها الوش. وهلا خلينا نروح نشوف كيف بدنا نطبق الوصفة. أنا فضيت الجبنة من المي تبعيتها ومن الأكياس، وهلا بدي فرفطها بهالشكل هاد. فيكم كمان تقطعوها بالسكينة لقطع كتير صغيرة، او فينا نفرفدها بهالشكل هاد عشان تدوب معنا بسرعة اثناء عملية الطبخ. هيك صارت عندي الجبنة جاهزة، وهلا بدنا نروح على الخطوة التانية. رح نحتاج طنجرة غميقة ونحاول نقيها تيفال، يعني ما تلزق معنا. وبدنا نحط المي البارد، بدنا نحط المي كاسة ونص مي والسكر. بدنا نشغل تحتهم ونستنى لحتى تدوب وتبلش تغلي عندي المي. بدنا نحرك السكر بالمي حتى يدوب معنا ويبلش تغلي عندي المي. هلا مثل ما لكم شايفين اعزائي المشاهدين، داب عندي السكر وبلشت المي تغلي. رح بلش اضيف الجبنة بشكل تدريجي. بعد ما ضفت الجبنة بدي بلش توبها مع السكر والمي بالشكل هاد. بدي اكبسها هيك تكبيس لحتى تدوب معي. شايفين كيف بلشت تدوب اعزائي المشاهدين؟ بس لسه نحنا بدنا ندوبها اكتر من هيك. بدنا نكبس عليها تكبيس عشان نتأكد انه الجبنة دابت بشكل كامل، عشان اشفي تكتلات من الجبنة تروح معنا. ما بدي اشوف الجبنة تكتلات.
يا عيني على منظر الجبنة وهي بتمط، عن جد منظر بشهي. هاي الجبنة بتشبه القوامة جبنة الحلوم، بس هاي اللي بتفرق عنا انه هاي بتكون ما فيها ابدا ملح، ما بنحتاج انه نحليها او نتركها ننقعها لتاني يوم او نغير عليها مي، هي ما فيها اي ملح. انا هيك دابت عندي الجبنة، ما بدي ادوبها اكتر من هيك. بلشت تغلي عندي كمان مي، هيك صرنا جاهزين نبلش نضيف السميد. رح نضيف السميد بشكل تدريجي. بدنا نضغط هلا على الجبنة عشان ندخل فيها حبات السميد ونطبخهم مع بعض. هاي الخطوة كتير مهمة، ما بدنا نترك ايدنا ابدا من معنى المزيج اللي عم نشتغل فيه عشان ما تفرط معي الجبنة ويفرط معي تفرط معي حلاوة الجبن. هلا لازم نشتغل بشكل اسرع، نحرك على السريع. شايفين القوام هاي؟ من جد ما شاء الله منظر بشهي. بهالمرحلة صار الوقت نضيف معلقة كبيرة من الزهر. يا عيني على ريحة الماء الزهر. هيك صارت عنا جاهزة مثل ما نكون شايفين اعزائي المشاهدين. هلا بدنا نطفي عليها النار، بدنا نروح نسكبها بجار بايركس. بدي احط شوية قطر بأرضية الصحن البايركس عشان ما تلزق معي حلاوة الجبن. دي مرتفع الشكل هاد، حوالي معلقة صغيرة مو كتير. هلا بدي فضي حلاوة الجبن. بدي مرتفع الشكل هاد. طبعا هي حلاوة الجبن. كمان فينا اعزائي المشاهدين نجيب الشوبك والمدة ونعملها نفس حلاوة الجبن المتوفرة بالسوق، وكمان نحشيها بالقشطة. فيكم تعملوها بهالطريقة، هي المد كمان طريقتها اسهل بس بتلبيت. انا تركت الحلاوة بالجبن اعزائي المشاهدين تبرد حوالي ساعتين. هلا بدنا نضيف عليها القشطة. القشطة فيكم انتو تتحكموا فيها، يعني فيكم تحطوا كمية قليلة او تحطوا كمية كبيرة، هذا الشي بيرجع لكم. واللي ما بيحبها بالقشطة فيه ياكلها بدون قشطة، بس يرش عليها شوية تسوق حلبي ويحط القطر كمان حسب الرغبة وياكلها. كمان انا بلاقيها كتير طيبة بدون قشطة. خلصنا تزيينها بالقشطة وهلأ بدنا نحط اللمسات الأخيرة ونضيف الفستق الحلبي.
يا عيني على هالمنظر. هيك صارت عنا أعزائي المشاهدين الحلاوة بجبن جاهزة، وهلأ بدنا نقسم قطعة صغيرة ونشوفها كيف رح تطلع. رح نجيب سكين رح نقطعها بالشكل هيك. طبعا انا لسه ما قطرتها، التقطير نخليه لوقت الضيافه. وهي هي اعزائي المشاهدين الحلاوه بجبن المات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم. نشوفكم دايما دايما على خير. كانت معكم بتول من المطبخ بتول كوجا، والسلام عليكم.